يقول داري على شمعتك تعيد. هالمثل ينطبق على الشاعرة العراقية شهد الشمري اللي فجأة ومن دون سابق انذار ووسط أزمة كورونا قررت أن تعلن لجمهورها ومتابعينها عبر السوشيال ميديا عن خطوبتها من القطري فهد الزيد، وانتشرت لهم صور جميلة كانت حديث الساعة. علقت شهد الشمري على منشورات خطوبتها وقالت: انت تدري وانا ادري ايش قد احبك، الله شاهد، واني اميزك والشمع عطرك ولو بنص مليون واحد، وهذا اول خاتم مفصل علي، والله لا يحرم اي اثنين من هذا اليوم. كعادتها تألقت العروس الحسناء بفستانها الابيض الناعم المزين بخيوط ذهبية وتألقت بمكياجها الخليجي. انشرت شهد مقطع فيديو يرصد مراسم ارتداء خاتم الخطوبة. يا ترى ليش خشت شهد الشمري قصة حبها؟ وهل اللي كانت تقوله من أشعار كانت تقوله عنه؟ والغزل كانت تتغزل فيك يا فهد؟ شلون راح يتعامل خطيبها مع شهرتها؟ هل راح يتحمل شهرتها وجمهورها؟ أم قرار الاعتزال بات قريب؟ هذا كان سؤالي وانتظر منكم الإجابة. مسيكم بالخير أخوي فهد. طبعا أول شيء مبارك لك ونشكرك على أول ظهور خصيتنا فيه في الـ ATV، وعسى الله يتمم عليكم يا رب. مساء الخير عليك وسلام يا الريهام. طبعا رهومتنا المسي عليك وسلامي لأهل الكويت الطيبين الغالين. شكرا يا فهد، نمسي عليك بكل خير. لكن انا بدايه سؤالي، يعني شهد اعرفها كثير، يعني صعبه الاختيار، شلون قدرت عليها رغم ان هي صعبه وبنفس الوقت عندها معجبين وايد؟ فصعبه شهد، حيل صعبه، شلون قدرت عليها؟ طبعا اول شيء يعني الموضوع نهائيا ما كان اختيار، كانت يعني كان الموضوع صدفه. الصدفة ما أعرف اللي رتبت الموضوع كله، الحمد لله والشكر. بس هي تريد تفاصيل؟ ممكن نحكي تفاصيل ولا لا؟ تفاصيل؟ أوكي يلا نحكي. زين أحكي أنا لو أنت؟ أنا؟ أحكي أنت. أوكي، طبعاً هو شافني كتل نفسه علي. لا أحكي أنا. شهد غرور هذا ولا يمكن العكس الصحيح؟ قولي الصدق. لا وعيونك. لا والله ريهام انت تعرفيني يعني صعبة في الاختيار، أدري. الموضوع الزواج عندي مغامرة، بس سبحان الله عطايا رب العالمين حلوة الحمد لله والشكر. احنا دائما نقول